مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، هي الانطلاقة شوطنا السابع، تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه شوط السابع الخاص هنا بالبكار الحجايق ضمن هذه الاشواط المسائية. لهجنا اصحاب السمو الشيوخ، نتابع الانطلاق، نتابع التحدي، نتابع الاثارة. وهنا المقدمة والمركز الاول، من الجانب الاخر ارى في هذا الانطلاق الجميل وزن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، ووصول من هملولة ثانيا وثالثا، هملولة الاخرى لمعالي الشيخ محمد بن مطي الحامد مع مختار احمد. وهنا القدوم من النشلة وضحى لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع المضمر حمد بن الضعيف بن غدير الاقتبي بهذا الانطلاق هنا بهذا التحدي. هناك النشلة وهنا عفوا الشاهينية بهذا الانطلاق. ايضا المركز الخامس الوصول في هذه اللحظات من النخاليس منطق حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع علي بن هزيم المسافري، وسابع المراكز وصلت هنا تغريد القادمة بكل قوة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني مع علي بن فراد المري قادمة، ايضا صاحب الشوط الاول الرئيسي في هذه الامسية التراثية الجميلة وصاحب افضل توقيت مسائي جميل. هنا ايضا 4:32 مع ايضا وصاله في الشوط الاول الرئيسي. نتابع المجريات، المركز الثامن هنا مدلله سمو الشيخ احمد بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع راشد بن سالم بن بخيت من تاتي على المركز الثامن. المركز التاسع النخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع علي بن هزيم المسافري وعنيدة من تاتي عاشرا من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعود المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير الاقتبي. نعود الى الصدارة، نعود الى المقدمة والى النشلة على الصدارة، النشلة على المقدمة وعلى المركز الاول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعود المكتوم مع حمد بن الضعيف بن غدير الاقتبي. هنا ايضا صاحبي 4 نقاط في هذا المساء الجميل. للمركز الثاني وزن، في المركز الثاني وزن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعود المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير الاقتبي. اكيد بنت وزن هذه، اكيد بنت وزن او سمو تيمنا عليها. المركز الثالث هنا فيها تغريد لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني مع علي بن فراج المري والشاهينية على المركز هذه اللحظات. الرابع ثم الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع حمد بن الضعيف بن غدير الاقتبي. وصلت الشاهينية لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع سالم بن سعيد بن منانة السويدي بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. يا سلام، تحديات قوية، تحديات اقوى واقوى. يا سلام هنا بهذه الانطلاقة والتحدي. يا سلام، انطلقت وزن على الصدارة، على المقدمة، على المركز الاول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير الاقتبي. الشاهينية ثانيا لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع سالم بن سعيد بن منانة السويدي. وصلت واضحة على ثالث المراكز ما يبنى لها طاري. اول ندى لها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع حمد بن الضعيف بن غدير الاقتبي. ولكن الله، الصراع هنا بين وزن والشاهينية وضحى، وزن والشاهينية وضحى. يسلم لمن الفوز، لمن الناموس. ثلاثية جميلة بتحدي جميل الله. ولكن هنا وزنها ثقيل، وزنها من العيار الثقيل. تهانينا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن مكتوم والعلي بن راهب بن حمد بن غنير المركز الثاني لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راهب بن مكتوم. الشاهينية المركز الثالث، ضحى لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن مكتوم. المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد. المركز الخامس ايضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد. سادسا لسمو الشيخ حمدان بن محمد. سابعا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الهاني. ثامنا تاسعا عاشر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن مكتوم. 4:42
الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام وزن. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعود المكتوم للمرة السادسة في هذا المساء، والتهنية العلي بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي.